انتشر فيديو مرعب خلال الأيام اللي فاتت على كل منصات التواصل الاجتماعي. ظهر فيه 3 أصدقاء من إيطاليا وهم واقفين في وسط الشارع وبيحضنوا بعض قبل ما تجرفهم مياه الفيضان في مقاطعة أودين، وده لما كانوا بجوار واحد من الأنهار الموجودة هناك. وكشفت الشرطة الإيطالية أن الثلاث شباب دول ماتوا، وبيعتقد أنه تم سحبهم لقاع النهر.